السلام عليكم. إذا مهتم تشتري عقار استثمار فلازم تاخذ بعين الاعتبار وبشكل كبير أنه أنا باخذ عقار قد ما يتكرر منه مرة ثانية، أو نادر جدا جدا، لأنه اليوم السوق ما يحكم السوق هو العرض والطلب. إذا كان عندك معروض مميز ما عاد حكوا عندك طلب عالي جدا جدا. البرج اسمه فيدا ريزيدنس كريك بيتش. يقع المشروع في منطقة دبي كريك هاربور كريك بيتش، التي ستكون مستقبل دبي ومحط أنظار العالم في 25 سنة القادمين، حيث تضم أطول تور بالعالم والأيقونة الجديدة لدبي The Icon Tower. يمتاز المشروع بموقع الاستراتيجي بين الجزيرة والمدينة وعلى جسر المشاة الذي يربط المنطقتين ببعض، وبأطلالة خلابة جميلة على القناة المائية، شاطئ الخور، جسر المشاة والأيكون تاور. كريك بيتش هي المنطقة الوحيدة التي تضم شاطئ خاص بها في كل المكان، وجميع مبانيها مزودة بنظام سمارت هوم تكنولوجي. أما فيدا فهو أول برج من مجموعة فيدا للفنادق الذي يتم طرحه للبيع، ولكن بنظام الشقق العادية وليست الشقق الفندقية. يعني رسوم الخدمات السنوية فيها هي كالشقق العادية وليست الفندقية. ويوجد في التور نفسه جميع ميزات الفنادق من فاليو باركينج، روم سيرفيس وغيره من الخدمات الأخرى، يحق للعميل الاشتراك بها أو عدم الاشتراك. ولذلك فهي فرصة استثمارية مميزة. يتوفر شقق من غرفة وصالة إلى 3 غرف وصالة بأسعار تبدأ من 1,070,000 درهم. لمزيد من التفاصيل يوجد تواصل مع رقم الظاهر.